فضيلة الشيخ وفقكم الله، ظهر في الآونة الأخيرة أشرطة علمية للكمبيوتر وفيها الفقه والحديث وغير ذلك من العلوم الشرعية، فهل لطالب العلم أن يقتصر عليها لا سيما مع وجود الكمبيوتر المحمول؟ لا لا، ما يقتصر عليها، مش فرق عن الكتاب. الأشرطة مش فرق عن الكتاب، ما في فرق عن الكتاب. إذا أشكل عليك شيء هل تسأل الشريط؟ وما أكثر ما يشكل، ما أكثر ما يشكل على المستمع، من تسأل؟ تسأل الشريط، ها يفيدك. لا بد من الجلوس إلى أهل العلم والصبر وطول الوقت والمداومة والاستمرار وعدم الضجر والكسل إذا كنت تريد طلب العلم. نعم.